هي الكوبري فالدي رام ما ترجع مرة ثانية من سقط كولومبيا 14 الفري كرة تلعب على طول كارلوس إسترادا الكرة معاه هو الجول هو الجول هذا الجول 14 مرة المدافع حلوة الكرة تلعب حق توصل لكارلوس إسترادا على طول يحاول هذا الجول إنما يحطها في حارس المرمى شوف هذه الفرصة الثالثة الحقيقة لهذا اللاعب في هذه المباراة ونصين من الشوط الأولاني فرصة الآن من الشوط الثاني ما قدر يخلص الجول أبدا كرة اللعب توصل لليتا بارسكي فعلا الفريق الكولومبي الآن وهجوم كولومبيا قادر انه يخلخل دفاع الفريق الالماني الغربي هذا الخلف اللي ما تخلخل ابدا قادر انه يخلخله انما الى الان ما قادر انه يحط له جول من هذه الفرص حق اللي تحت له في الشوط الاول والشوط الثاني والكرة تطلع برا الملعب الفريق الالماني على فكرة في هدفين في مرمى هدف من يوغوسلافيا وهدف من الامارات العربية ولكن الى الان فريق الكولومبي رغم كثرة الفرص اللي تتاح الان امام المرمى الالماني الغربي الى الان مو قادر يوفق ابدا في تسجيل هدف